السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم يا شباب؟ أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو سوف نقوم بتختيم المقايضات 93 و 94. سوف نرى الحظ الخاص بنا في هذه المقايضات، كذلك سوف نحاول بيع اللاعبين الذين حصلنا عليهم ولو عليهم 999، لأنني سبق وشرحت لكم بالأمس طريقة البيع الصحيحة يا جماعة. لذلك إذا لم تستطع بيع النسخ فخليك معي أسطورة، سوف نقوم بمحاولة بيعهم يا شباب. هذا في حال ظهرنا لاعب أسطوري يا جماعة. لذلك قبل البداية يا جماعة لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، وخلونا ننطلق يا أصدقاء. كما تلاحظون بالأمس يا شباب كنت قد بعت يعني جميع اللاعبين 90 الذين كنت أمتلكهم يا شباب. لاحظوا كم المبلغ الذي حصلت عليه فقط من خلال اللاعبين 90، كنت قد صرفت عليهم حوالي 30 مليون يا أصدقاء. الآن أصبحت معي 70 مليون يا شباب، ولازالت معي نسخ رودري، يعني تقريبا نسخ رودري. في كل نسخة سوف نكسب 15 مليون فأكثر يا شباب. لذلك خلينا نركز الآن على أغلى مقايضة، وهذه المقايضة فيها مكسب كبير تقريبا. المقايضة 96 و 97 من خلالها سوف نحصل على مكاسب كبيرة تقريبا، هي أغلى مقايضة كذلك أغلى تجارة في اللعبة، بالتالي سوف تمكننا من تجميع أكبر عدد من الكوينز من خلالها يا أصدقاء. لذلك يا أصدقاء خلينا نعمل المقايضة. كما تلاحظون فبعت كل النسخ، تركت فقط معي النسخ التي سوف أحتاجها في المقايضة يا أصدقاء. خلونا نعمل أول مقايضة. يا رب بأن يظهر كريستيانو، يا رب بأن يكون الحظ أسطوري يا جماعة. خلونا ننتظر شوي، ننتظر اللمعة الثانية ثم نقوم بتفتيح هذا الباك يا جماعة. يا رب بأن يكون الحظ جبار يا جماعة، أن نحصل على بطاقة رونالدو المهم، لاعب يعني يكون سعره أعلى من 20 مليون لكي نكون قد كسبنا الكثير الكثير في المقايضة يا جماعة. خلونا نفتح يا شباب. ووك أوت من حدث التوتشي، مو صلاح يا رب، والله حصلنا على صلاح، فخر العرب صلاح يا رب، بأوفر 94 أعتقد أن سعره 50 مليون يا شباب. من خلال المقايضة كلفتنا فقط 6 ملايين يا شباب، حصلنا على لاعب بأوفر يعني 94 سعره تقريبا 50 مليون. لا والله يعني سعره فقط 41 مليون، لكن لازلنا في المكسب يا شباب، حوالي 30 مليون من هذه البطاقة مكسب يا شباب. خلونا نعمل المقايضة للمرة الثانية، فقط خلوني يعني أرى البطاقات الموجودة في هذا المكان، ولو أنه لا تظهر البطاقات 93 إلا أنها موجودة في هذا الباك أعتقد يا جماعة، لأنني سبق وأن شاهدت يعني بعض الصور من الإخوة الذين في الجروب الفيسبوك يا شباب. لذلك خلونا نفتح التفتيحة الثانية يا شباب. يا رب يا رب أن يكون الحظ أسطوري كذلك في هذه الباك يا شباب. خلونا نفتحها يا ربي يا ربي. نريد كريستيانو البرتغال من حدث التوتي، كذلك كوري، من هو هذا اللاعب؟ كيم مين جون يا جماعة، والله يعني كيم شكرا لك يا إيه، ولو أن سعره يا شباب أعتقد أن سعره سوف يكون 10 ملايين، لا يعني لا أعتقد أن سعره 18 مليون جيدة جدا يا شباب. فأعتقد أن هذه البطاقات 93 كذلك سوف تكون كثيرة في الماركت، بالتالي احتمالية كبيرة يا شباب أن تنزل معانا المقايضة الخاصة بلاعب ال 95 يا جماعة. لذلك خلونا نفتح آخر باكج يا شباب، ونتوجه مباشرة من أجل بيع اللاعبين يا جماعة. خلونا نفتحها يا رب، آخر باك أن يكون الحظ أسطوري، أي لاعب 94، إذا ظهر لي لاعب 93 والله يعني ولو أنني كسبان فيه إلا أنني يا شباب أرغب بالدون كريستيانو يا شباب. خلونا نفتح الوكاوت، وكاوت يا جماعة من حدث التوتي كذلك ألمانيا، من هو هذا؟ لا تقول لي ويرتز، نعم ويرتز يا شباب، والله يعني شكله سوف يكون سعره 14 مليون أو 15 مليون، لكن في المجمل سوف نحاول بيع هؤلاء اللاعبين قبل ان يصير سعرهم يعني اللاعبين ال 93 سوف نحاول بيعهم قبل ان يصير سعرهم 13 مليون، لان سعرهم اذا وصل ل 13 مليون انصحك الا تبيعهم بعد ذلك، احتفظ بهم لانك سوف تحتاجهم في المقايضة ال 95، يعني لحد الساعة لا يزال هنالك ولا شيء مؤكد سوى مقايضة واحدة التي سوف تكون يوم الثلاثاء، هي 96 و 97، اما بالنسبة لباقي المقايضات فلا شيء مؤكد يا جماعة. لذلك انتظروا الفيديو الخاص بهم يا جماعة، الان سوف نحاول بيع كل البطاقات التي حصلنا عليها، اهم شيء هي ان نحاول بيع بطاقة مو صلاح، لان مو صلاح سوف نكسب فيه 30 مليون كوينز او اكثر يا شباب حسب التوقيت الذي سوف نبيع فيه، كذلك على حسب السعر الخاص به. الان يا شباب بعد ان وضعناهم في المكان الخاص بالبيع يا شباب، يعني انا الان كنت قد دخلت لموقع في فرندرز وكنت قد اطلعت على توقيت الريفرش، يعني الان انتظر فقط تغيير السعر يا شباب. كما تلاحظون فالانترنت لدي متوسط، كما تلاحظون الان قد تغير سعره يا شباب. خلونا ننتقل للاعب الموالي كيم مين جون، يعني سعره 17 مليون و100 كذلك تغير سعره، لكن يلزمنا ان نركز على بطاقة صلاح لان بطاقة صلاح متأخرة بدقيقتين على باقي البطاقات الخاصة بالتوتشي. كما تلاحظون سعره 39 مليون يا شباب و400. سوف نقوم بتفتيح اللعبة وتفتيح الايقونة الخاصة بالبيع ثم نقوم باغلاقها الى حين ان يتغير سعره يا شباب. يعني لمن لا يعرف طريقة البيع فسوف اترك لكم يعني الفيديو في الاعلى على اليمين، ما عليك سوى تفقده من اجل معرفة طريقة البيع، فانا يعني اقدمها لك على المباشرة الان يا شباب. كما تلاحظون سعر
السعر الرخيص لبطاقة مصالحية تقريبا 39 مليون و400 الآن فقط تبقى دقيقة واحدة لكي يتغير سعره يا جماعة. سوف نقوم بعملي في البيع يا شباب. كما تلاحظون الانترنت يعني بطيئة جدا. كيف تعرف أن الانترنت بطيئة؟ يعني بمجرد أن أضغط على إعادة البيع فتظهر لي هذه الصفحة متأخرة، كذلك يظهر لي السعر متأخر يا شباب. بذلك فالانترنت كما تلاحظون بطيئة جدا يا جماعة. كما تلاحظون بمجرد أن تضغط على إعادة البيع فيعني يظهر السعر متأخر، بالتالي سأكون متأخر في البيع، لكن خلونا نتوكل على الله. الآن يعني ما عليك سوى الضغط على إعادة البيع وإغلاق الصفحة إلى حين أن تجد أن السعر 39 مليون و400 ألف قد تغير بسرعة. تقوم بالضغط على بيع لكي يبيع بأقل سعر الجديد الخاص به يا جماعة. سوف نبقى على هذا الشكل إلى حين أن يتغير سعره يا شباب. كما تلاحظون لازال سعره، لاحظوا الآن تغير. نقوم بالبيع بسرعة يا رب يا رب أن أكون أنا السباق في بيع يا شباب. سوف أنتظر إلى حين أن يباع ثم أعود لكم يا أصدقاء. الآن يا أصدقاء أعتقد أنني قد بعت أحد النسختين. يا رب أن يكون صلاح، يا رب أن يكون صلاح، يا رب أن يكون صلاح. الحمد لله والله بعته يا شباب، يعني كنت من الأوائل الذين يبيعونه يعني على الساعة الثالثة صباحا يا شباب. بعت البطاقة الخاصة بمصالح. خلونا نشوف كم كسبنا من هذه البطاقة. 34 مليون يا شباب، والمقايضة كلفتني في ثلاثة لاعبين حوالي 6 ملايين وشوية يا جماعة. بالتالي المكسب سوف يكون 28 مليون من بطاقة واحدة يا شباب. خليني من التجارة يا شباب ولا شيء، هذه المقايضة وحدها مكسب من دون الحديث عن التجارة يا شباب. في حالة واحدة إذا استطعت بيع اللاعبين بأسرع طريقة يا جماعة قبل أن ينخفض سعرهم. بالنسبة لباقي البطاقات كما تلاحظون بطاقة كيم وكذلك ورتز أعتقد أنه قد وصلوا ل 13 مليون، فهذا السعر سوف أستطيع أن أبيعهم بأعلى منه يا شباب بعد نزول المقايضة ال 95 يا شباب. فسوف أستطيع بيع كلا البطاقتين ب 14 مليون 15 مليون بسهولة يا شباب. لذلك من الأفضل أن أحتفظ بهم في التشكيلة الخاصة بي يا شباب إلى حين أن تنزل المقايضة، ولو أنه لا شيء مضمون لحد ساعة. أما بالنسبة لباقي البطاقات كما تلاحظون فأنا الآن أتاجر في المقايضة التي سوف تكون مضمونة. العبوا على المضمون أصدقاء، فيعني تقريبا هذه آخر مقايضة مضمونة سوف تكون معنا يوم الثلاثاء. اشتروا على قد ما تقدرون يا جماعة. كما تلاحظون في كل نسخة سوف نكسب حوالي 15 مليون. إذا حسبنا يعني 15 مليون في كل هذه النسخ التي أملكها، أملك حوالي 11 نسخة، تخيلوا معي حوالي 500 مليون في كل بطاقة يا جماعة، ليس كل بطاقة بل في المجموع يا شباب. إذا بعت كل هذه البطاقة ب 47 مليون أو 50 مليون وأنا لدي فعلا يعني 100 مليون يا شباب، تخيلوا معي. هذه ال 100 مليون فقط كسبتها من اللاعبين بأوفر 90 وكذلك اللاعبين الذين بعتهم من المقايضة الخاصة بال 93 و 94. كذلك يا شباب فقد نزلت معنا البطاقة الخاصة بروبرتو كارلوس، وأعتقد أن كل المتطلبات التي قلتها لك يا صديقي كانت 100% صحيحة باستثناء شيء واحد ولاعب 89 برازيلي فلم يكن في هذه المقايضة. فتقريبا كل شيء قلته لكم هو موجود في هذا الفيديو يا جماعة. يعني هذه المقايضة كنت قد وضعتها لكم قبل يومين من نزولها يا شباب، فأعتقد أن المتطلبات الخاصة بها سهلة جدا. من السهل أن تحصل على لاعبين خصوصا الموجودين في الماركت، فيعني الأسعار يعني منخفضة بشكل كبير يا جماعة. إذا أردت الحصول على هذه البطاقة فأنصحك بشرائهم لأنها لن تكلفك الكثير إذا كنت أصلا تمتلك اللاعبين. لكن في المجمل بطاقة روبرتو كارلوس في مركز الإلبي سوف تكون شغالة معك يا صديقي، لأن طاقته والله طاقة خيالية خيالية بالنسبة لهذا اللاعب يا شباب. لذلك أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد أعجبكم يا جماعة. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، وشكرا لكم على المشاهدة.